السلام عليكم، أهلا بكم إليكم أهم الأنباء العالمية لهذا اليوم 28 أبريل لعام 2024. أعلنت رئيسة حزب الخير القومي التركي المعارض ميرال أكشنار استقالتها من رئاسة الحزب على خلفية هزيمتها في الانتخابات المحلية الشهر الماضي. ضربت عشرات العواصف أمس الجمعة وسط الولايات المتحدة وأوقعت أضرارا مادية كبيرة وتسببت بإصابة 3 أشخاص على الأقل حسب السلطات. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده مهتمة بالإفراج عن طاقم سفينة حاويات ترفع العلم البرتغالي ويملكها رجل أعمال إسرائيلي تحتجزها طهران منذ منتصف أبريل. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه وجه باستدعاء السفير الروسي لدى روما أليكسي بارامونوف بعد قرار تحويل إدارة شركة أريستون الإيطالية في روسيا إلى شركة روسية. توقع عالم الزلازل التركي البارز ناجي غوريور وقوع زلازل مدمرة في إسطنبول بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر. حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من احتمال حدوث هزة قوية خلال 48 ساعة القادمة في جزيرة تايوان ومحيطها. أفادت وسائل إعلام أمريكية باندلاع حريق ضخم إثر انحراف قطار محمل بالبنزين والبروبان بين ولايتي أريزونا ونيو مكسيكو في الولايات المتحدة، وأن الحريق اشتعل في 6 عربات. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤول إسرائيلي بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة تبادل الرهائن مع حماس وعملية رفع المرتقبة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه مستعد لخوض مناظرة مع منافسه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي التكهنات حول صحن طائر في أجواء نيويورك، مما دفع السلطات الأمريكية لفتح تحقيق عاجل. شاركت جامعة الدول العربية للمرة الأولى في الاجتماع الدولي 12 للمسؤولين الساميين المعنيين بالقضايا الأمنية الذي عقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية. ذكرت شبكة ABS CBN News أن سفن من القوات البحرية الفلبينية والأمريكية والفرنسية دخلت بحر الصين الجنوبي للمشاركة في مناورات باليكاتان 2024. حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا على مواجهة تحديات عالم متغير، محذراً من أن أوروبا اليوم فانية وقد تموت. حذر الخبراء من أن التغير المناخي سيزيد رقعة الإصابة بمرض الملاريا في بلدان لم تشهده من قبل، وحسب الأمم المتحدة فإن سكان الريف في إفريقيا هم الأكثر تأثراً. يتقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وفقاً لاستطلاع جديد للرأي ب6 نقاط على الرئيس جو بايدن في الولايات الحاسمة التي من المرجح أن تحدد نتيجة الانتخابات في نوفمبر المقبل.